في لمدية المدعم بعدد كبير من أنصاره كان عازما على كسب نقاط المباراة الثلاث رغم الصعوبة التي وجدها في الربع ساعة الأول لاختراق دفاع مولودية باتنا الذي يعاني أزمة خانقة بدليل تنقله إلى لمدية دون مدرب. نلعب الدقيقة 16، عبد سدد بقوة لكن الحارس الباتني بن مالك بن مرصاد. الدقيقة 37، عمورة تمكن من مباغتة الحارس الباتني بن مالك مسجلا الهدف الأول في اللقاء منحا التفوق لأولمبي لمدية خلال الشوط الأول هدف دون رد. أولمبي لمدية دخل الشوط الثاني بنية إضافة أهداف أخرى بدليل هذه المحاولة من جبالي وجه لوجه خروج بن مالك، ونفس الشأن بالنسبة لبالحمري كورته صدها القائم لتنتهي المباراة بفوز أولمبي لمدية على مولودية باتنا بهدف